مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سر جمالكم، ومعاكم دكتورة رشا عبد اللطيف. النهاردة هتكلم عن موضوع بيهم العالم أجمع، يمكن الأمريكيون يحبسون أنفاسهم في انتظار وفي توقع نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية. فمن سيفوز لطريق البيت الأبيض؟ هل المرشح الجمهوري دونالد ترامب أم المرشح الديمقراطي جو بايدن؟ وصف المحللون والسياسيون أن هذه الانتخابات تعد من أكثر الانتخابات الأمريكية شراسة، كما تعد من أكثر الانتخابات الأمريكية من حيث المشاركة الشعبية. فبايدن حقق رقم قياسي من حيث التصويت الانتخابي، فقد حصل على أكثر من 70 مليون صوت انتخابي، وهو رقم قياسي في تاريخ انتخابات الرئاسة الأمريكية. كل طرف من الطرفين لديه من المقومات السياسية، سواء الإرادة السياسية أو المثابرة، ولن يستسلم سريعا أو يرفع الراية البيضاء في وجه الطرف الآخر، بل يتوقع الكثير أنهم يلجأان للقضاء أو المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية في حالة فوز أيا منهما على الآخر. دونالد ترامب في الأيام الأخيرة بدأ يفقد الثقة بعدما كان يمتلكها ويقول إنه سيفوز، ولكن ما لدينا على أرض الواقع هو الأرقام، هي التي تثبت وهي التي تؤكد من سيفوز في هذه الانتخابات. فجو بايدن يتكلم بكل ثقة بأنه هو الذي سيكسب هذه المعركة، في حين دونالد ترامب لا يستسلم بل يشكك في واقعها هي الأولى من نوعها في تاريخ انتخابات الرئاسة الأمريكية، ويقول إن هذه الانتخابات تم تزويرها في سابقة هي الأولى من نوعها، بل تعد مسمار في نعش الديمقراطية الأمريكية كما يصفها الكثير. فكيف الديمقراطية الأمريكية التي يتغنى بها الكثير على مستوى العالم يخرج من عباءتها دونالد ترامب ويقول إن هناك تزوير في الانتخابات الأمريكية؟ حقا فإنها من أكثر الانتخابات جدلا على أرض الواقع. ولكني كإعلامية أو كعربية بشكل أبسط، فأنا لا يعنيني من سيفوز في هذه الانتخابات الأمريكية، ولكن ما يعنيني ما هي السياسة الأمريكية التي سوف تتمسك بها الولايات المتحدة الأمريكية في حالة فوز أيا منهما. هل ستتغير السياسة الأمريكية تجاه القضايا العربية، أم ستظل على وتيرة واحدة كما عهدناها في العهود السابقة؟ سواء دونالد ترامب فاز أم جو بايدن هو من فاز، هل سيغيرون نظرتهم تجاه القضايا العربية أم ستكون نظرة ثابتة واحدة؟ على كل حال، فالتاريخ الأمريكي يجيب على هذا السؤال ويقول لا أأمل في تغيير هذه السياسة، فإنها سياسة غير موضوعية ومنحازة في كثير من الأوقات لبعض القضايا الأخرى على حساب القضايا العربية. ولكن بالنسبة للقضايا العربية، نحن الآن وفي ظل القيادة السياسية الحالية نتمتع بسياسة دبلوماسية ذكية مع جميع الأقطاب ومع جميع الأقطار، سواء القطر الغربي أم القطر الشرقي. فالدبلوماسية المصرية تتمتع بالقوة الناعمة وتتمتع بذكاء خاص في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل ذكاء وحنكة سياسية في التعامل مع من سيفوز سواء جو بايدن أو دونالد ترامب. فنحن نتمتع بالمرونة ونتمتع بالذكاء الدبلوماسي على كل الأصعدة وعلى كل المستويات. فنحن نتمتع بعلاقات طيبة سواء مع دول الاتحاد الأوروبي أو مع الاتحاد السوفيتي أو على وجه صحيح روسيا أو مع الدول العربية. ولكن سوف أترك لكم السؤال، هل ستتغير السياسة الأمريكية في حالة فوز أي من المرشحين الجدد على الساحة، أم ستظل ثابتة؟ على كل حال، فكل الرؤساء السابقين يغنون من نفس كتاب ترانيم واحد، وهي عزف مقطوعة كلاسيكية قديمة تجاه القضايا العربية. فاصل ونرجع ليكم من جديد في فقرة جديدة من برنامجكم سر جمالكم، تابعونا. أميزديا، شريكك للنجاح. هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه، ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ اكيد لا، ده حتى المثل بيقول ادي العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي، هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة،
عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك، وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. نعود لكم من جديد في فقرة جديدة في برنامجكم سر جمالكم. هنتكلم في الفقرة دي عن عالم الأحلام والرؤى. سيظل هذا العالم مليء بالأسرار المشوقة، ويظل أيضا من أكثر المجالات جدلا بين الباحثين. فهناك من يشكك في الرؤى والأحلام، ويقول إنها مجرد هواجس نفسية أو مجرد ما يختزنه الإنسان في العقل الباطن قبل أن ينام. وهناك من يرى إن الأحلام والرؤى علم مؤكد ومرتبط بواقع الإنسان ويحدد كمان مستقبله. لكن في السنة النبوية الشريفة وفي القرآن الكريم غير ذلك. فهناك في القرآن الكريم ما يؤكد أن الرؤى من العلامات ومن البشارات من الله، ومن الرسائل اللي بيعطيها ربنا للإنسان عشان تحذره أو بتديله رسالة لمستقبله أو الخاصة بواقعه. كمان في السنة النبوية الشريفة الكثير من الأحاديث عن التي وردت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي فسرت الرؤيا، والتي حددت طبيعتها، والتي حددت كمان أنواعها. فمن هذه الأحاديث فيما معناها: من أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا، أو من أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وهناك حديث آخر يقول أن الرؤى الطيبة من الله، وإن الحلم من الشيطان، وأن الرؤيا تعد جزء من 46 جزء من النبوة. وفي القرآن الكريم هناك الآية الكريمة التي تقول: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. تتجلى من هذه الآية الكريمة أن رؤى والأحلام يعد من تأويل الأحاديث، بل تعد نعمة أو ملكة ربنا بيخص بها بعض من عباده ليكون عنده القدرة على تفسير الأحلام. ويمكن سيدنا يوسف لنا خير مثال في هذا المجال، أنه كان عنده هذه الملكة وعنده هذه الموهبة، وهي تأويل الأحاديث. ويمكن بسبب رؤية تم إنقاذ مصر من مجاعة محققة، وتحويلها من مجاعة لأنها أصبحت خزانة الله على الأرض لتوزيع المؤن وتوزيع الغذاء على الدول المحيطة وعلى البلاد المحيطة بها. وفي هذا المجال يسعدني أن نستضيف معنا مفسر الأحلام الأستاذ أحمد دويك. أهلا بحضرتك. أهلا بك. حضرتك عامل ضجة كبيرة جدا على الفيسبوك. الحمد لله، تفضل ربنا. يعني أنا لاحظت إن ليك جروب على الفيسبوك محقق يعني شهرة كبيرة، وإن كتير جدا من الناس تحققت تفسيراتهم ليهم على أرض الواقع، وأنا واحدة منهم الصراحة. يعني أنا أكتر من مرة أقول لك على حلم، وفعلا ما فيش يعني بعض الأيام أو حتى لو شهر أو حاجة ألاقي فعلا تفسير حضرتك وقع على أرض الواقع. فممكن تقول لنا الموضوع ده بدأ معاك إزاي؟ والله هو بدأ معايا من، هو موهبة يعني، مش دراسة بقى ولا الكلام اللي هو، ما هي فعلا يتعد موهبة. ففضل الله يعني ربنا من علينا بالنعمة ديت من صغري وأنا بفسر أحلام. فطبعا وأنا صغير كنت بفسر للناس اللي حواليا، قرايبي، إخواتي، أصدقائي. طبعا الموضوع بدأ يعني يوسع أكتر في الفترة الأخيرة، طبعا السوشيال ميديا بقى وفيسبوك ويوتيوب، بدأ الموضوع يوسع أكتر. جه بالصدفة كده إن أنا دخلت وكنت بفسر في جروبات دينية، بس طبعا ما تختصش بتفسير الأحلام. يعني جروب ديني بيتكلم في أدعية، في أحاديث، حاجات زي كده. أشوف بعض الرؤى أدخل أفسرها. فأخت فاضلة يعني شافت تفسير ليا، فحدث معاه. فبالصدفة راحت مدخلاني كده، لقيتها ضايفاني في جروب تفسير، بدأت بقى أخش أفسر، ومعرفش بقى نظام الجروبات ديت. طيب احنا معانا أم حسن على الهوا، عندها رؤية وطبعا محتاجين تفسير حضرتك ليها. اتفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي حلمين صغيرين بس، ممكن؟ طب احنا لو صغيرين هنسمح بالحلمين، لكن لو كبار يبقى بعد إذنك حلم واحد. لا لا، حلمين صغيرين. طيب. أنا أول بهني أستاذ أحمد على وجوده مع حضرتكم.
اهلا بنت وانت راح تسال كل خير. ربنا يخليك. ربنا خير يا رب. يا رب يخليك. الحلم الاولاني بنت اختي شافت امها الله يرحمها، امها لسه ميته من حوالي شهرين، تمام؟ تمام. شافتها ان هي عايشه وقاعده بتضحك معاها كويسه قوي، وتقول لها يا ماما انت رحتي انت مشيتي من غير ما اجيب لك البرفان والسنتين اللي انت عايزاها. قالت لها انا قاعده معاكي. قالت لها طب انت رحتي فين؟ قالت لها ما تساليش السؤال ده، ما تسالوش، هي راحت في الاخره، ما تساليش حاجه سر بيني وبين ربنا. قالت لها يا ماما، قالت لها طب انت دلوقتي هتشتغلي يا بنتي وهتجيب لي كل الهدايا اللي انا عايزاها، وانا دلوقتي خارجه اجيب لك حاجه ماشي وهرجع. قالت لها يا ماما ما تنسيش تجيب لي حاجه حلوه. المهم امها خرجت الباب خبط، افتكرت ان ايه، ان امها جت، لقت ابوها واخواتها جم، فبتسال امها، بتسال فين ماما؟ قالوا لها انت كنت بتحلمي، قعدت اعيط. ده اول حلم. ثاني حلم اختي دي برضه الله يرحمها شافته لي من 7 سنين. انا كنت صالحه رايحه العمره من 7 سنين تقريبا. شافت ان انا ماسكه باسكت زباله وبقطع الفلوس وبرميها في الزباله. تمام. فبتقولي ليه بتعملي كده؟ دي فلوس كتير. قلت لها انا مش محتاجاها. وكنت صالحه ثاني يوم رايحه العمره. بس وجزاكم الله خير. بنت اختك طيب الحاله الاجتماعيه بتاعتها ايه؟ بنت اختي لسه طالبه وانسه. طالبه وانسه. لسه متوفيه من شهرين. طيب. ده بشارة خير إن شاء الله. بنت أختك هيحصل تغيير معاها في الفترة اللي جاية للأفضل، هيكون في مشروع خطوبة وهيكون في توفيق في الدراسة بإذن الله، كمان حسن تمام. حال والدتها الله يرحمها، بشارة خير ليها تمام. يعني بحسن حال وحسن خاتمة. طب الله الحلم عارف. اللي شافته لي أختي بقى إن أنا بقطع الفلوس ده، الحلم التاني مين اللي شافوه؟ أختي الله يرحمها دي شافته لي من 7 سنين. أه أنا كنت صافحة رايحة عمرة، كنت طالعة عمرة. إن أنت بتقطعي؟ انا كنت طالعه عمره، انا حقيقي كنت طالعه عمره، فهي شافتهولي ان انا بقطع فلوس اليوم اللي انا رايحه فيه العمره. ثاني يوم شافتهولي ان انا بقطع فلوس في باسكت زباله، ماسكه باسكت زباله وبقطع فيه فلوس كتير. طيب. فبتقول لي بتعملي كده ليه؟ قلت لها انا مش محتاجاهم، انا خدت اللي محتاجاهم بس. انت بعد الحلم دوت مر معاكي شويه مشاكل او متاعب؟ طيب هو بيدل فعلا على بعض الهموم انت هتمري بيها بعد الحلم، وكده حدث. طالما حصل معاكي بعض الهموم يعني يبقى كده تجاوزت حصل. خلاص مرحله التعب. تعدت خلاص. تمام. بفضل الله. طيب عاوزه برضو اعرف من حضرتك ايه الفرق بين الحلم وبين الرؤيه، الرؤيه اللي بتبقى رساله من ربنا او بتبقى بشرى، وبين الحلم اللي بيبقى تلاعب الشيطان بالانسان بيه. بصي، هو الحلم الرؤيه عامه بتكون رؤيه صادقه من الله سبحانه وتعالى، بتبقى بشارة خير أو نذير عن شر ممكن الإنسان يمر بيه، أو ممكن بعض المعاصي الإنسان ممكن بيكون بيعملها، فربنا سبحانه وتعالى بيجيب له الرؤى، يعني يجيب له الحلم فيحذره من الحاجة ديت. أما الحلم ده بيكون أضغاث بقى، يكون من تدخل الشيطان، الشيطان بيبدأ يتدخل في الحلم فيضيف بعد الحشو كده في الكلام أو حاجات غير يعني الرؤية. يعني بتبقى أحلام الشيطان بتبقى طويلة مثلا ومملة بتبقى ومليئة. بتبقى طويلة وكتيرة مليانة حشو وكلام وأضغاث، ده بيبقى على طول معروف إن هو ده تدخل الشيطان. مع انه هو اصلا خلق الله برضه، بس الشيطان بيتدخل فيه بيزود حشو، بيخلي الحاجات كتير تحزن العبد، هو هدفه ان هو يخلي العبد صح. يبقى حزين. يعني احيانا بيبقى الانسان نايم مثلا وتلاقي مثلا جاله حلم كده يقول له مثلا انت علامه انه هيموت او هيجرى له حاجه، فدي بتبقى حاجات. لا بس في الموت بتختلف، يعني في حاجات او في رموز ممكن تظهر مع المفسرين. طب كويس، انا عاوزاك تقول لي على الرموز اللي فعلا لو شافها الانسان يعرف ان خلاص ان اجله قرب. مش عايزين نخوف لا الناس. احنا عاوزين رموز، نقول رموز، احنا مش بنفصل لاحد. بص، هو ثبات الرموز عامه في الاحلام مفيش قاعده ثابته، مفيش قاعده لان الرمز بيتغير 180 درجه حسب الحلم وحسب الحاله، يعني حال الرائي نفسه. يعني ممكن يكون رمز معين ليه كذا دليل، يعني ممكن في ناس كتير بتحلم بالثعبان مثلا. تمام. ناس كتير الثعبان لا عدو، لا في بعض الاحيان ممكن يكون مشكله هيقابلها. فمش شرط تختلف، مش شرط يكون عنده، ممكن يكون مشكله او عقبه في حياتها. حاجه عقبه هيقابلها وهتعدي. مش شرط ان هو كده. او عانى من الحشرات والفار مثلا، الفار بيرمز. الفار دوت من الفواسق، يعني انا ما بحبوش في الاحلام. ده لو ظهر بايه بيبقى ايه مثلا؟ ده بيبقى في الغالب يا امراه فاسقه يا اما انسان فاسق او شخص اخلاقه وحشه. يعني انا جات لي بعض الرسائل على صفحه الفيسبوك لما اعلنت عن الحلقه، واحده قالت لي يا ريت تقولي للشيخ او تقولي للاستاذ احمد اني حلمت ان في فار نط على ظهرها. ده بقى تحذير من انسان مش كويس. او ولا امراه؟ ما هو حسب، ممكن رجل او امراه. بس هو في الاغلب الاوقات بتكون امراه. بتبقى هي جايه على ظهرها، نطت على ظهرها، فهي حد قريب ليها بيحاول يتودد ليها، بس هو مش كويس او انسانه مش كويسه. طيب معانا اتصال هاتفي تاني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك فاطمه من محل، معانا استاذه فاطمه من اسيوط، اتفضلي قولي الحلم بتاعك. حضرتك انا حلمت حلم ان انا بقرا سوره التوبه، يعني حد بيقول لي اقرا سوره التوبه،
فانا كل ما اجي اقراها اختي تقول لي قولي بسم الله الرحمن الرحيم، وانا اقول لها لا سوره التوبه ما يتقريش فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وانا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فضلت اقول كده كتير لحد ما صحيت من الحلم. طيب دي تحذير ليكي بان انت في بعض التقصير في العبادات ومحتاجه تجددي التوبه بتاعتك، في تقصير معاكي في العبادات. وحضرتك عندي حلم تاني. اتفضلي. بس بشكل مختصر يا فاطمه بعد اذنك عشان بس ندي فرصه للاتصالات التانيه. طب هو معلش الخط قطع. طيب دلوقتي كنت عاوز اسال بقى في عالم الرموز، يعني هنخش مثلا في مجال الطيور، يعني هل بيبقى لو البغبغان ظهر في الحلم او العصافير الملونه هل بتختلف عن طبعا يعني البغبغان دوت بيكون انسان يعني او امراه بتكون كثيره الكلام، يعني كثيره الصرصره والكلام، دايما تردد، بتنقل كلام مش كويس ما بين الناس، يعني بتختلف بس بيختلف حسب سياق الحلم، حسب سياق الحلم بيختلف. يعني من ضمن الرسائل اللي وصلتني ان في واحده منفصله حلمت انها كانت لابسه فستان فرح وواقفه في ارض زراعيه، بصت فوق لقت في السماء في الشجره وعليها كلب محنط ميت وحواليها عصافير ملونه وبغبغانات حمراء ملونه كتير وهي لابسه فستان فرح، فممكن نرد عليها في التفسير ده دي كده معاها مشاكل في جوازها. يعني اذا كانت هي مخطوبه لا منفصله مش مخطوبه، منفصله ده كده اهل جوزها او اهلها او حد من الناس المحيطه بيها كان بيتدخل كتير في حياتها، وفي رجل كمان، دول كانوا سبب المشاكل اللي هي مرت بيها وسبب الانفصال. طيب وده ما فيش امل ان يبقى فيها تغيير في حياتها ولا ده بس هو في كمان ست كبيره في السن مسيطره شويه على الموضوع ده. طب فهي في مجال للصلح. والله هي مش كاتبه تفاصيل بس هي. طب وبالنسبه للكلب اللي شافته ميت على الشجره، هو الكلب الميت ده هو يعتبر جوزها بس كان يعني شخصيته ضعيفه شويه مع اهله، فده كان سبب تسلط الاهل عليه، فهو اللي ادى للمشاكل والانفصال او البعد. طيب هنقول برضو ايه الرموز اللي ممكن البنت تشوفها وفعلا نقول لي خلاص قربت على ارتباط او على زواج، حتى بشكل مجمل عام كده لو شافتها نقول دي بشارة ليها انها تبقى انها ترتبط قريب. والله حاجات كتير زي المسجد، دخولها المسجد، زي الصندل، زي لبس الفستان، زي لبس الطرحة. حتى لو مطلقة ولا بس البنت؟ طبعا لو مطلقة وخلاص ما ممكن في مجال للجواز، فلو لبست الحاجات ديت بيكون دلالاته كلها ان في مشروع جواز جاي، ليها مشروع جواز. بس اللي هو الصندل والدخول للمسجد؟ لا في حاجات كتيره طبعا حسب سياق الحلم. يعني بتظهر مع الواحد، ممكن تركب مثلا سياره او عربيه بتنتقل منها، فده بيكون تغيير. تغيير انتقال. في ممكن واحده تشوف حاجتين مع بعض في نفس الوقت، ممكن تركب طياره مثلا عربيه وتنزل تركب عربيه تانية، فده كان بيبقى تغيير من مكان لمكان. طيب احنا شايفين في اقبال كبير جدا من اهل الصعيد، ولا عشان انت صعيدي يا استاذ احمد فالاتصالات كلها جايه من الصعيد. معانا مدام زينب من سوهاج، اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن افسر؟ انا عندي حلمين. طيب يا ريت باختصار شديد بس يا استاذه عشان الوقت البرنامج. انا بحلم دايما في بحلم ان انا بشوف بط كده صغنن. تمام. بتحلم بايه؟ بتشوف بط صغير. طب انت مرتبطه ولا ايه؟ متجوزه؟ انا متجوزه، متجوزه وعندي اولاد. عندك اولاد. في مجال للخلفه؟ لا حاليا لا، انا جوزي مسافر. طب هو عامه بشاره برزق، يعني خير، بشاره خير، ربنا يهديك. والحلم التاني بحلم انه بابا دايما بيديني تليفون جديد، يعني بحلم مرتين ثلاثه انه بابا بيديني تليفون جديد. طيب ربنا يكرمك بخلفه تاني كده. انت بتؤكدي على ان ربنا هيكرمك بمولود جديد يا زينب. يعني الحلمين بيدل على بشاره ليكي بخير، رزق ليكي باذن الله. طيب معانا استاذه هديل من 6 اكتوبر. الو. الو. ايوه. الو. ايوه معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. معلش ممكن توطي بس صوت التليفون عشان صدى ال كده بسيط. عايزه معلش وطي بس صوت التليفون، التلفزيون عندك عشان الصوت عندنا هنا عامل صدى صوت. انا ابني بيلعب كوره وكده، فانا كان رايح اختبار في نادي وكده، فانا حلمت ان انا في قلب النادي ده في ساحه كبيره خضراء وقاعده في نص النادي،
وماما جنبي، فبقول لها يا ماما استخرى عشان ايه نعمل نفسنا للإبلة، تمام. إبلة وكده علشان نصلي في نص الملعب كده. ففجأة قمت لقيت عمل عليا خط دايرة وأنا في النص أنا وماما، فوأنا ماشية كده آخر الملعب فلقيت ضريع كده، فبقول لله يا سيدنا البدوي، يا رب يا سيدنا البدوي أشوف ابني لعيب كورة كبير ودعيت. حلمك انتهى على كده؟ بس هو ده الحلم. طيب يا حبيبتي اتفضل. طيب دوت كده بيدل ان انت في بعض المشاكل هتكون مع جوزك هيمر بيها، وبعد كده هيتخطى الفترة الصعبة ديت، وفي تغيير بقى يحصل مع فعلا مع ابنك بشارة خير بعلو شأن ليه ان شاء الله، وانتظروا المستقبل كويس. طيب معانا تليفون تاني من اسماء من كفر الشيخ. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانا حابه اشكر الاستاذ احمد جدا، لان انا اتصلت معايا قبل كده على جروب كذا حلم، وهو ما شاء الله عليه بجد يعني، وكان عندي حلم تاني عايزه افسره. طيب هو فعلا استاذ احمد على الجروب على الفيسبوك يعني في ناس كتير جدا تحققت رؤيتهم ما شاء الله وتفسيراتهم. فسرتي كذا حلم والله مش واحد بس يعني، ربنا يبارك فيه يا رب. يا رب. طيب اتفضلي يا حبيبتي قولي حلمك. ايه والله انا حلمت ان انا طلعت على السطح بتاعي، فلقيت في واحدة جارتي يعني السطح بتاعها جنبي، فلقيت إن هي حاطة في أوضة على السطح، هي الأوضة دي مش حقيقية مش موجودة يعني، في أوضة موجودة على السطح، والأوضة دي دخلتها لقيت فيها ذبحة فيها سلاح ورميها فيها فراخ بقى في متنضف ومش متنضف، فأنا قلت لها أنت ليه حاطة الفراخ بتاعتك هنا على السطح بتاعي؟ فردت عليا وقالت لي إن سلفتي أنا عارفة يعني سلفتي عارفة الكلام ده، إن أنا إن هي هتحط الفراخ ده هنا على السطح بتاعي أنا وبس، وزعلت في الحلم منها وخلص الحلم على كده، مع ان انا ماليش علاقه بيها اصلا. طيب ده بيدل ان في حد في امراه قريبه ليكي بتتدخل في بعض تفاصيل حياتك، وكمان في بعض التعطيلات في الرزق معاكي. طب وتعطيلات الرزق دي حلها ايه؟ حلها سوره البقره والرقيه الشرعيه، التزمي بيهم ان شاء الله خير لمده ان شاء 40 الله يوم باذن الله خير يا رب. يمكن من الحاجات الجميله اللي انت قلتها سوره البقره، الصراحه سوره البقره في اخذها نعمه وفي تركها حسره زي ما يعني طبعاً. يعني انا سوره البقره على المستوى الشخصي فعلا انا لما التزمت بيها لقيت فعلا تغييرات ايجابيه في حياتي، بتيسر كتير امور حياتي. يعني لو حد عنده تعطيل في اموره او بيشوف هواجس في احلامه او بيشوف كوابيس فعلا سوره البقره تقدر تنجيه. تقدر طبعا تلاوتها بركه، ولا يقدرها البطله، فديت يعني اي في اي تعطيل من اي اذى من اي تعطيلات في رزق في جواز في اي امور حياه الانسان سورة البقرة يعني سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فعلا الأمور. فعلا يعني انا طبعا انا متأكدة من كده، بس انا عاوزة ابين فعلا للمشاهدين ان فعلا ان ليها دور في تيسير الأمور. ناس كتيرة جدا عندي على الجروب مشيت على انا عامل برنامج علاج كده بالقرآن، انا فعلا ده لاحظته، انت عامل برنامج متكامل للرقية الشرعية ومن اساسياته سورة البقرة. فعلا فياريت ده تقوله برضو للمشاهدين برضو يبقى جزاك الله خيرا. والله انا كاتب البرنامج عندي على الجروب، هم يقدروا يدخلوا يشوفوه هيسعدهم، هو كله من القرآن والسنه، فجرب بس وشوف 40 يوم. هو الجروب بتاع حضرتك اسمه ايه على الفيسبوك؟ اسمه تفسير الاحلام مع احمد دويك. تفسير الاحلام مع احمد دويك بالظبط. فطبعا دي دعوه للالتزام بتلاوه سوره البقره وقراءتها حتى قبل النوم، مش لازم القيام بالليل. اي امر اي امر الانسان ممكن فيه تعطيل معاه في حياته لو التزم بسوره البقره هتفرق معاه كتير وهيحس بالتغيير. طيب معانا فاصل ونرجع ليكم تاني، تابعونا. من جديد نعود لكم ومعانا مفسر الاحلام واستاذ احمد دويك، اهلا بيك مشرفنا النهارده ومنورنا. مشرف ليا. طيب انا كنت عاوز اسال برضو سؤال، احنا كنا بنتكلم عن سوره البقره والرقيه الشرعيه، فطبعا الواحد لما بيكون نايم على طهاره ويقرأ القران هل ده فعلا بيختلف في انه يرى احلام وبشاره من ربنا ولا ملوش علاقه؟ بتفرق يعني، دايما ننام على شقنا الشق الايمن زي ما وصلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيفرق معنا في الرؤيه، يعني ما يكونش في تدخل من الشيطان في الحاله ديت. تمام. كمان الانسان ينام على وضوء بيكون برضه مانع ان هو يتدخل معنا الشيطان. لكن طبعا في عكس الحالات ديت بيكون في فرصه بقى انه يبقى في اضغاص احلام وفي حديث نفس والكلام ده. تمام. معانا اتصال تليفوني من سهير. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش عايزه اكلم الاستاذ احمد. اتفضلي. والله انا دايما بحلم كذا مره كده انني في السوق والسوق بيخرب، يعني مش بعرف اشتري منه حاجه.
ده بس يعني بشتري منه حاجه بسيطه، بس دايما السوق بيخرب كده، مش عارفه الناس اللي فيه ودايما مضغوط كده زي ما تكون الدنيا عتمه كده. دي مشاكل وعقبات بتمر بيها يا استاذه، في هموم معاكي يعني. بتمر بيها. طيب معلش، في حاجه تانية كمان، اقول حلم تاني. اتفضلي. ايوه معاكي، اتفضلي. الاتصال قطع معانا. طيب نرجع. طيب في عالم الاحلام هو عالم كبير جدا، يعني امتى اقول ان ده حلم، وامتى يعني حلم انه هو رؤيه وفعلا رساله ليا، وامتى اقول ان دوت ده حلم من العقل الباطن، ان انا فكرت في حاجه قبل ما انام فجات لي في الحلم، او ان ده هاجس نفسي، ازاي افرق؟ بصي، الرؤيه دايما بتكون واضحه وبتبقى مختصره، يعني ما فيهاش احداث كتير. ممكن يبقى جزء فيها صريح ما يكونش فيه اي الغاز، يعني مش محتاج كمان مفسر. وممكن يبقى فيه رموز خفيفه كده تكون محتاجه ايه المفسر يتدخل فيها. فالرؤيه دايما ما بتكونش فيها حشو كلام كتير، بتكون فيها بعض الايات القرانيه، ممكن تكون فيها رموز قويه من الواقع، يعني حاجات احنا بنعيش فيها في الواقع، زي الفستان، زي المسجد، زي الكعبة، الحاجات زي كده. دي بتكون رؤية حق، عشان فيها رموز دينية وعقائد طبعا، ثابتة. حاجات ثابتة. عكس طبعا الحلم بقى اللي هو بيتدخل فيه الشيطان، بيكون في حاجات كتيرة. الإنسان نفسه وهو نايم ممكن يبقى حاسس إن هو تعبان أو متضايق، فده بيبقى في الغالب بيكون حديث نفسه أو أضغاث أحلام. معانا اتصال تاني برضه من أهل الصعيد، معانا أم عمرو من هنا، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أهلا، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا شيخ احمد؟ اهلا بيك يا فندم. الله يخليك. انا والله كنت حلمت اول امبارح ان انا قاعده هنا في البلكونه ببص، لقيت في ناس كتيره بتمشي في الشوارع كده، زي من ناحيه، وبصيت من الناحيه الثانيه لقيت برضو نفس هجات كتيره من الناس رهيبه في البلد، زي احساس لما تشوف الاحتفال بسيدنا الحسين، نفس الشكل دي. انا اترعبت، وابني كان الكبير جنبي اترعب كده، بصيت كريت بيجي الواد مرعوب وخايف، وجنب ابني التاني برضه. بصيت من الشارع لقيت الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعد قدامي كده، وبصيت لقيته نزل على كرسيين، وبعد كده نزل تحت عايز يدخل عند البيت، باب الشقه اللي تحت بالحديد، بصيت لقيت ايده بتدخل من الحديد عشان يفتح الترباس ويدخل لي، وبعد كده بقيت حضرت فتحت له الترباس ودخل، وبعد كده قفل الباب وقعد على الكرسي. فانا بدور على حاجه البسها، على شعر، البس اي حاجه، ندخل اسلم عليه. لقيت واحدة اسمها نوال، فبتقول لي البس اللي لقيت الطرحة اللي عايزة البسها على شعري لونها بامبا كده، فأنا بقيت أعمل كده فما ملقيتش. دخلت سلمت على الرئيس، بقيت أنزل كمامي كده، فسلمت عليه وقلت له سيادة الرئيس أنا عايزة طلب، عايزاك تشوف لي شغل لابني. راح بص لي كده وسكت، ما ادانيش رد. رحت قلت ابني عنده 30 سنة وأنا ظروفي صعبة، ما حسيتش إن هو اداني رد. وبعد كده لقيت ابني الكبير برضه بيخايف من الهجات اللي حاصله، بيجي في هستيريا كده، شكله صعب كده، فروحت خدت في حضني كده وطبطبت عليه وقعد يبكي، وصحيت من النوم. طيب يا اختي، اولا انت واضح ان انت بتمر فعلا بهموم وشويه متاعب، بسبب طبعا سوء الاحوال الاقتصاديه من في البلد، وتعطلات مع ابنك في الشغل وكده. بس هنا في بشارات حلوه. انت اولا كنت خايفه في الحلم، فالخوف ده امان ليكي، امان وتيسير ان شاء الله في الفتره اللي جايه. ودخول الرئيس عليكي دوت بشاره خير، ان في تغيير هيحصل معاك في الفتره اللي جايه، وفي تغيير في حال ابنك، هيكون في ان شاء الله تيسير في الرزق، وفي تغيير هيحصل معاك للافضل باذن الله، والله اعلم. طيب بالنسبه لظهور الميت في الحلم، انه يجي يكلم الشخص اللي حلم بيه، هل بتبقى فعلا ظهوره حق في المنام وبيعتبر رؤية؟ طبعا ظهور الميت في المنام رسالة حق، يعني لأنه جاي من دار الحق. طبعا أي رسالة بتيجي من الميت بتكون حق، بس طبعا ممكن تيجي بألغاز، فطبعا ده بيوضحها المفسر بقى. يعني هيجي في رسالة بس أنا مش فاهم الرسالة دي إيه، المفسر بيفسرها، بس هو دايما بيبقى جاي بيبشر او بيبلغ برساله معينه، يا بشرى يا تحذير. طب هو احسن حاجه ان الميت ياخد حاجه، يدي حاجه للي حلم بيه، ولا ياخد منه حاجه؟ لا مثلا طبعا عطيه الميت حلوه، لكن الاخذ دوت دايما مش محمود. بنشعر بالازعاج لو الميت جه خد مننا حاجه، مش ما تبقاش حلوه. مش حلو. طيب معانا اتصال تليفوني من ام يمنى من بني سويف. ايوه
السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ أحمد، إحنا متابعينك على الصفحة بتاع حضرتك، ولسه حضرتك مفضل لي الحلم من 4 أيام ومشيتني على برنامج غير حياتي 180 درجة. اللي هو إيه بقى يا أم يمنى؟ برنامج الرقية الشرعية؟ الرقية. طيب. الرقية في سورة البقرة بآيات كتير، يعني غير حياتي، كان بيتي فعلا هيتخرب. بفضل الله ثم فضله اتغير تماما. طب الحمد لله، يعني ربنا دايما يوفقك ويكتب لك كل خير، واستمر على البرنامج بقى طالما الحمد لله حقق معاكي نتائج. اه بجد احنا بنشكر حضرتك جدا، ومصدقنا لنا فرصه نشكره قدام الناس كلها. طيب انت عندك حلم ولا حاجه ولا ايه؟ لا لا الحمد لله، انا حبيت اشكر بس استاذ احمد. شكرا لله، الحمد لله. طيب ماشي، شكرا ليكي. نرجع تاني برضو لاستفسارات في عالم الأحلام دوت. أحيانا الواحد بيحلم بحلم وبعد كده مفيش ثواني يتحقق معاه في نفس اليوم، لدرجة ان ده بيبقى يعني منهج في حياته، يحلم حلم يدوبك على بالليل يتحقق أو على بكرة كتير بيتحقق. فهل ده بيبقى ليه علاقة بسريرة الإنسان وعلاقته بربنا، ان أحلامه فعلا من صدق من أصدقكم حديثا أصدقكم رؤية؟ فدوت بيبقى فعلا بيبقى الإنسان ده كده عنده روحانيات أو عنده شفافية؟ في انسان بيبقى بيشوف الرؤية يعني زي ما يشوفها في المنام بتتحقق. الانسان ده بيكون عنده شفافية، بيكون بينه وبين ربنا عمار. ربنا عاطله كده حاجات، فالمفروض الحاجات ديت ما يتكلمش فيها. يعني في ناس دايما تسألني يا استاذ احمد انا بيحصل معايا ان الحاجة دي بتخوفني، انا خايف، طب ليه بيحصل معايا كده؟ لا، ده هي دي نعمة ربنا من عليك بيها، فانت يعني احمد ربنا عليها. لدرجة انه بيحلم انه بياكل اكلة معينة ما فيش، يلاقيها فعلا كلها في الواقع. بالظبط بيحصل. كمان في دايما ناس سؤال دايما يعني بيحير الناس، يقول لك هو احلام النهار بتحصل ولا احلام الليل؟ ايوه ده كنت فعلا ده السؤال هسأله لحضرتك، هل فعلا بيبقى في توقيت للرؤيه ولا الرؤيه بتبقى على مدار ال 24 ساعه؟ بص، هي الرؤيه على مدار ال 24 ساعه، بس في اوقات دايما بتكون قوية. يعني اوقات الاسحار واوقات القيلوله، الاسحار يعني اللي هي قبل الفجر، اللي هي قبل الفجر واوقات القيلوله اللي هي مثلا بعد الظهر. يعني سيدنا يوسف عليه السلام الرؤيا اللي غيرت مجرى مصر والتاريخ حياته كانت بعد الظهر. طيب في ناس بتسال تقول طيب الحلم ممكن بيأخر، طب بيطول ليه؟ او لا، هو توقيت الحلم ملوش ميعاد معين. يعني سيدنا يوسف يمكن الحلم اللي حلمه وهو صغير اللي هو راى 11 كوكبا اتحقق بعد 40 سنه. بعد 40 سنه يعني ده يعني دلاله ان الانسان يكون عنده صبر. الاحلام ملهاش وقت محدد. ملهاش وقت محدد. يعني وان الاحلام في حقه بتحصل. ربنا سبحانه وتعالى خلق ملك اسمه صديقون. اسمه صديقون؟ صديقون. الملك ده المسؤول عن ترتيب الرؤية. ربنا سبحانه وتعالى عطيله جزء كده من الغيب، بيطلع على احوال العباد. ويبدا هو يركب الرؤية والانسان يشوفها في منامه. الملك ده يعني من زلمة اذنه حتى عتقه، يعني من مسافة اذنه لكتفه مسافة 70,000 عام. فيعني ده دلالة ان الرؤى والاحلام عالم كبير، ومش يعني مش حاجة صدفة. محمد من اكتر الرسل اللي هو اتكلم عن اهمية الرؤية. طبعا. حتى قبل الوحي ما ينزل عليه كان بيحلم دايما برسائل، كان بيجيله على ايه؟ ان هو ان شاء الله هيبقى رسول، وكان بتجيله في واضح النهار. يعني دي دلاله ان في احلام النهار مش ضعيفه. طب واحلام اللي هي بتيجي اللي هي ما بين العصر والمغرب؟ لا دي مش محدوده، بتبقى ضعيفه شويه. بتبقى ضعيفه، بتبقى اضغاث. طيب معانا تليفون. الو. السلام. وعليكم السلام. كنت سمعت عايزه اقول حلم كده بخاف. اتفضلي. ايوه اتفضلي. ايوه احنا معاكي يا حبيبتي، سامعينك. قولي. طيب اسمعينا من التليفون، اسمعينا من التليفون. الشيخة ياسمين الخيام. والشيخ مجدي يعقوب. حلمت بياسمين الخيام ومجدي يعقوب، قالوا لك حاجة في الحلم؟ وياسمين الخيام كلمتني بس مجدي يعقوب لا. طب ياسمين الخيام قالت لك ايه؟ هي كانت عندي في البيت. وقالت لي بعت لي رجلي. تمام. كريم وكده. انت بعتي لي الحلم ده امبارح على الفيسبوك. انت دعكتي رجلي ياسمين الخيام في الحلم تقريبا. فدعكتهولها بالمره، وبعد كده قالت لي اقري سوره الكوثر. لا سوره الشرح.
صورة الشرح. ليه انا بنشرح لك صدرك ووضعنا انت وزرك. تمام، وايه تاني؟ قريت معاها الصورة وبعد كده حلمت الحلم بقى منفصل بالشيخ مجدي يعقوب كان جاي عندي برضو البيت بس ما طلعش. ما طلعش، كان واقف قدام العمارة يعني من تحت؟ راكب عربية ومعدي قدام البيت. تمام. انت في مشاكل معاكي؟ في شوية مشاكل كده عامة زي أي الناس كلها عندها مشاكل. طيب، ده بشرب التيسير عامة يعني. طب وبالنسبة لياسمين الخيام، مش معنى يعني كرمز أو إن هي تدعك لها رجليها هو مثلا؟ دايما ظهور الشخصيات العامة أو زي كده بتكون حسب الشخصية نفسها، يعني لو مثلا ظهر شيخ أو ظهر مفسر أحلام أو ظهر ده بيكون بشارة خير، عكس طبعا ظهور السحر والدجالين والكلام ده والكهنة، ده بيكون دايما مش حلو. يعني ده بشارة خير ليها، ده بشارة خير بالتيسير وإن هي المشاكل اللي معاها ديت هتتحل وهتتخلص من المشكلة. في تقريبا في مشكلة معاها في حياتها متعلقة بشخص أو رجل يعني، جوزها مثلا يعني، ممكن جوزها ابنها حاجة زي كده، فهتتحل معاها إن شاء الله. طب وبالنسبة لصورة الشرح اللي هي قالتها، هل دي لها دلالة؟ نشرح لك صدرك طبعا، دي بشارة بالرحمة من ربنا إن هو بيطمنها إن خلاص بعد صبرك ربنا طيب يصلك. يمكن انا هنطلق بقى من الايات القرانيه اللي بنحلم بيها. طبعا اكيد كل ايه او كل سوره قرانيه بيبقى ليها دلاله في الحلم. طبعا يعني مثلا سوره الشرح يبقى دي رمز ان ربنا ان شاء الله هييسر الامور بالنسبه للشخص اللي حلم دايما بيها. ايات الرحمه بتكون بشاره بالخير، وفي ايات ممكن نشوف ايات عذاب، دي بتبقى تحذيرات بقى للانسان، يعني اللي هو ممكن يكون تقصير في العباده، حاجه هو مقصر فيها، حاجه غلط هو عملها، فبيكون تحذير ان هو يرجع عن الحاجه دي. طيب وبالنسبة لسورة الضحى مثلا، دي تفسيرها دي بشارة بالخير ان الانسان ده بيكون بعض الهموم والضغوط معاه بيعيش فيها وان هو هيتخلص منها. يعني في حين لو حلم بسورة البقرة يبقى ده واجب عليه انه يحصن نفسه وان هو يرقي نفسه وان سورة عنده البقرة ده بيكون فيه تعطيلات في حياته، فيه تعطيلات وان هي واجب يلتزم بيها لان اموره هتتغير مع سورة البقرة. طيب انا عاوزة اسألك بقى سؤال، ايه اغرب حلم جالك وانت الصراحة استغربت منه او وقفت قدامه ومعرفتش تفسره؟ لا، هي الاحلام كلها عامه غريبه، يعني ما فيش حلم معين اللي هو ايه انا الحلم اللي جالك استوقفك وحسيت انه فعلا حلم كده فعلا ده رؤيه وان في رسائل قويه وقعدت تفكر فيه قوي؟ لا، هو انا حلمي جالي انا شخصيا بس وانا صغير عندي 12 سنه، ده حلمت بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، رؤيته حق طبعا، طبعا من رآني وهي اتحققت بعدها، يعني انا كنت صغير فما يعني الامر كان بالنسبه لي غريب شويه، يعني كنت التفسير معايا بس عارف ان خير بس ايه ده وابحث فيه. حلمت بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان الصلاه هو والسلام راكب حصان، وحصان ابيض ولابس العمامه بتاعته وظهر بهيئته كامله الا وجهه يعني، وانا واقف تحتيه أو واقف جنب الحصان دوت. أي طبعا، هي رؤية النبي بتبقى دي بشارة للإنسان على إنه حاجة يعني. وبعدها سافرت الروضة الشريفة، رحت الروضة الشريفة، سافرت السعودية، فده كان يعني حصر مع الوقت إن أنا هيكون ليا شأن وفي تغيير كبير هيحصل معايا في حياتي، وأنا هقتدي على سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا ده حصل كله بالفعل. في دي كانت الرؤية الغريبة، كانت بس كانت غريبة في وقتها وأنا لسه صغير. طب بالنسبة بقى لوباء كورونا، أنا شايفة ليك تفسيرات على الجروب إن إن شاء الله الوباء ده هينتهي. فعلا في بعض الناس سألوك إنهم حلموا أحلام إن الوباء ده هينتهي على هي كانت الأحلام ديت قبل الوباء وكان أو في بداية الوباء كده إن في، فأنا طبعا كنت بقول إن في وباء جاي والوباء ده هينتهي بعد فترة، وكان قفل المساجد وبعدها فتح المساجد برضو كانت حققت، وكان في حلم يعني في بشاره ان شاء الله ان طبعا طبعا في بشاره ان هو هينتهي وهياخد وقته وهينتهي. على العموم مشاهدين، احنا نعتذر عن تلقي المكالمات الهاتفيه رغم ان في طبعا زحام شديد جدا في الاتصال، بس للاسف وقت برنامجنا انتهى، وسيظل عالم الاحلام محل اهتمام الكثير من الاشخاص، مش بس الاشخاص العاديه، ده كمان الملوك والامراء. افتوني في رؤياي كما جاءت في سورة سيدنا يوسف، سيظل عالم الأحلام مليء بالأسرار الكبيرة اللي لازم نقف عندها ونحللها ونقف على أسرارها وأعماقها. سر جديد من أسرار الجمال، انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم سر جمالكم، ومعاكم دكتورة رشا عبد اللطيف.